ونفهم عشان المشاهد تقولها توقعاتك توقعاتك بالظبط. 90% من اصدقائنا اللي بيتفرجوا علينا فاكرين ان معظمنا بيعاني من السيلوليت، بعد سن معين بنعاني من السيلوليت، ستات كتير جدا فاكرين ان حل السيلوليت ان انا اروح اشفط. لا لا ما هي دي النقطة، لا احنا دي لا الثقافة اللي لازم نغيرها. لا والسيلوليت لا ده وراثي ولا كده؟ ملوش علاقة بغض النظر بالسن. لا سيلوليت ضعف في الجلد بس كل الناس وتآكل بتعدي في بيه. حبة دهون حلها الأولاني، حتى لو عملت حقن الدهون لازم تلعب رياضة لأنك كده هيظهر يبقى حتى لو مع في السن. ناس لو تلعب رياضة ما الرياضة بتعملش أسأل سؤال أسلوب الحياة. بالظبط. لا 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 أنا بس هو كان في النقطة دي إن إحنا هنلعب رياضة، ممكن أفهم إيه علاقة الرياضة بإن هو يقلل من السيليت؟ إيه اللي بيحصل؟ كذا حاجة، رقم واحد أنت غدا بتجري الدورة الدموية صح تمام، فهيوصل دم كويس للجلد فيبقى التغذية بتاعت الجلد أقوى. حلو. الرياضة بتعمل تون في الماسلز او يعني بتزود قوه العضله، مش بتكبرها بتخليها مشدوده، فبتشد الجلد اللي عليها فيها. دي حاجتين لوحدهم يعني دول حاجتين لوحدهم كافيين ان على الاقل السيلوليت ما يزيدش. ما هو خلي بالك السيلوليت بيزيد مع السن. طبعا هو لازم لازم الرياضه. انا مش رايح العب رياضه عشان اقعد شهر يعني هلعب 3 شهور عشان السيلوليت وبعدين اقف. لا دي بقى ستايل اوف لايف ان انت هتروح تلعب رياضه. هو نظام حياه، اكل ونوم وبعد عن توتر ورياضه وكل الدايره دي لازم تكتمل بنسب او يعني بنسبه معقوله، يعني مش لازم 100% بس لازم تكون موجوده بنسبه. طيب بالزبط. انا قبل وبعد العمليه بتجنب ايه والمفروض ايه المفروض يكون وايه اللي المفروض ما يكونش؟ طيب في حاجتين بس صغيرين. العمليه مش موجعه، ما ينفعش الجسم كله مره واحده، لو حاجات كتيره تتعمل لسببين. السبب انا باثر على الالتئام بتاعك لما اعمل كذا حاجه مره واحده. رقم اتنين، ما ينفعش اكيد لما اعمل حاجه بقول لك كده، اكيد لما اعمل حاجه نظرتك لجسمك هتختلف. انت اللي انت كنت شايفاه كويس ممكن تحس ان في ديفو، واللي انت كنت شايفاه ديفو ممكن تشوفيه دلوقتي ايه كويس. طب امتى بوصل للرضا ده؟ باخد وقت قد ايه؟ وجلسات هنتكلم بقى بعد العمليه. رقم واحد، الالتزام الكامل باللي انا هقوله بعد العمليه. الكرسي والمساج. المساج لا، المساج ده بعد 10 ايام. طب ال بي جي؟ ال بي جي مش هيفرق قوي، هو زي المساج. اوكي، ما هو الفكره كلها ال 10 ايام دول اللي فيهم اللي بتريح فيه تورمات لا مش قوي زي الاول يعني. طب النتيجه هوصل لها امتى؟ على حسب انت عملت ايه. يعني انا مش هعمل مثلا حاجه كبيره هتظهر زي ما بعمل حاجه بسيطه. فاحنا بنتكلم رينج كبير قوي من 3 اسابيع لشهرين وثلاثة على حسب الحالة نفسها ايه. تيجي العيادة تشتكي تقول لي انا عندي حتة عالية وحتة واطية والكلام ده كله ريجيولاريتس. بالظبط. في نوعين من هذه التعرجات. في نوع مقبول ونوع غير مقبول. طيب حلو. النوع غير مقبول سببه دايما العيان. ليه بقى؟ ليه؟ ايه الغلط اللي بيلبس الكرسي؟ لا، لبس الكرسي بطريقة معينة. يعني ايه بقى؟ ازاي؟ يعني هقول لحضرتك حاجة صغيرة مثلا، والناس بس انا بقول حاجات بقى بتحصل على ارض الواقع. واحده لابسه عامله شفط للبطن تمام كويس. البطن لسه مغمى بعد العمليه. احنا بنحط ايبي فوم اللي هو حاجه تحت الكرسي، حاجه ده جديد. ده جديد. ده جديد. نيجي نقول لها لما تيجي تلبسي الكرسي بعد 10 ايام هاتي كذا فوطه وطبقيها وحطيها بين الكرسي وبين بطنك. ليه؟ طب بيوسع مثلا؟ لا لما بتيجي تقعد الكرسي يروح ضاغط في حته معينه عامل حز. ايوه يا دكتور صح. كويس، انا بقولك على الحاجات اللي بتحصل. الحز ده فيطلع لها بطن. لا هيخلي حته عاليه وحته ايه واطيه وهي مش واخده بالها. انا في ستات بقول لهم اقلعي الكرسي احسن ما تلبسي الكرسي، لان عشان بتوصلش عشان توصلها لي، لان لو عملت الحز كويس. هو مش في كرسي كامل؟ ما هو كامل بس الكرسي مهما يكن مش مش حديد او تقعد تقرا كتير. علشان كده انتوا عملتوا الفوم ده. الفوم ده بس الفوم ليه وقت، ما اقدرش احطه طول الايه، يقعد قد ايه؟ يقعد 10 ايام ماكسيموم.